بعد ما توقف عند الحلقة 51 عم ينتظر الجمهور عرض الحلقة 52 من مسلسل الثمن واللي استطاع بجذب الأنظار وحقق انتشار كبير من وقت عرضه. وبمزيج من الرومانسية والأكشن والدراما أعلن الحساب الرسمي لمنصة شاهد على إنستغرام عن موعد عرض الحلقة 52 من مسلسل الثمن. وأثارت منصة شاهد فضول الجمهور وكتبت: بعد طول انتظار مسلسل الثمن يعود إليكم ابتداءً من 30 أبريل، ويذكر أنه توقف عرض مسلسل الثمن بشهر رمضان 2023 ليستأنف عرضه بعد انتهاء الموسم الرمضاني ب 30 أبريل الجاري. وبتدور أحداث المسلسل حول سارة اللي بتوقع بمشكلة كبيرة بعد ما تعرف أنه ابنها بيعاني من مرض خطير، وبتحاول الذهاب لطلب النقود من المعارف والأصدقاء من أجل تدبير مصروفات العملية، لكن الجميع بيرفض هالشي. فقط يوافق مديرة بالعمل زين على إعطاء النقود، وبيكون الوحيد اللي بيوافق على المساعدة، لكنه بيحط شرط صادم وهو بقضاء سارة ليلى معه مقابل المبلغ المالي. ويشارك في بطولة الثمن باسل خياط، رزان جمال، سارة أبي كنعان، نيكولا معوض، رفيق علي أحمد، رندا كعدة، وهو من إخراج فكرة قاضي.